وللمزيد حول استمرار معاناة النازحين في العراق مع تصريحات وصفها مراقبون بالسياسية حول الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. إذا نتوقف معا عند ما قالته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية وتأكيدها على أن ما يزيد على 1 مليون عراقي لا يزالون يعانون من استمرار مأساة النزوح، والسؤال ما زال بعد 7 سنوات على هذه المأساة يدور عن السبب أو الأسباب الحقيقية وراءها، وهل من سبيل إلى حلها؟ الحقيقية باتت معروفة، هي سيطرة الميليشيات على مناطق هؤلاء الناس، بالإضافة إلى الأسباب اللاحقة اللي تتمثل في عدم امتلاكهم مستمسكات، عدم امتلاكهم وثائق تثبت شخصيتهم لكي يعودوا. أما مسألة السيطرة على هذه الأراضي، فإحنا لدينا جرف الصخر، منطقة العويسات، العوجة، عزيز بلد، السعدية، ذراع دجلة، الثرثار، مناطق إبراهيم بن علي، قرى المقدادية، سليمان بيه، قرى مكحول، مناطق يثرب، القرية العصرية في بيجي، مجمع الفوسفات في الأنبار. هذه يعني مجمع الفوسفات الآن معروف أنه كتائب حزب الله يسيطرون عليه، في القرية العصرية في بيجي كذلك العصائب السيطرة، ميليشيات العصائب السيطرة عليها. يعني هذه ذول الناس لم يأتوا من فراغ، يعني بيوتهم ومناطقهم ومساكنهم موجودة، هذا الكل يعرفه. أما مسألة أن يقال بأنه الحكومة تتخبط أو الحكومة أخطأت في هذا أو أصابت في هذا، لا، الحكومة متواطئة مع الميليشيات للسيطرة على مناطق هؤلاء الناس بقصد التغيير الديمغرافي. لماذا تسيطر تلك الميليشيات على منازلهم وديارهم ولماذا لا يعودون؟ هل تبدو هذه أسئلة غير مهنية أو غير منطقية الآن بعد مرور كل هذه السنوات أستاذ علي؟ هذه أسئلة مهنية ومنطقية، لكن الحقيقة أصبحت واضحة للعيان أن الحكومات العراقية المتعاقبة كلها يعني لا تستطيع التعامل مع الميليشيات، لأن هذه الحكومات كلها أتت بها الميليشيات، وخصوصا الحكومة الأخيرة يعني باتفاق الميليشيات الموالية لإيران أتت هذه الحكومة، وهذه الميليشيات تعتبر مناطق سكنهم، ويعني هذه مناطق سكن فيها معامل وفيها بحيرات أسماك وفيها مزارع وفيها أشياء كثيرة، تعتبرها مصدر تمويل لهم بالإضافة إلى قصد التغيير الديمغرافي. أما الدولة فالدولة متواطئة ومتورطة 100% في الحال الذي وصل إلى هؤلاء الناس. على ذكرك للتغيير الديمغرافي أستاذ علي، هل حدث بالفعل أم ما زال الهدف قائما وما زالت إجراءات تحقيق هذا الهدف قائمة أيضا؟ تحقيق هذا الهدف قائم على قدم وساق، وخصوصا بعد تشكيل ما يسمى بمكتب أو قوة أو غرفة عمليات حزام بغداد. الآن التغيير الديمغرافي على أشد، عمليات مصادرة لآلاف الدونمات من مناطق محيط بغداد. كل يعلم يعني التغيير الديمغرافي الآن اللي يمتد من يعني من جهة بغداد الرضوانية، من أبو غريب، من اليوسفية، يتم الآن مصادرة أراضي وحقول زراعية الناس يعني سكنت وعملت بها على أكثر من 100 عام. الآن يأتي يوم صباحا فيجدون أن هذه الأراضي أصبحت راح يصير بها مجمع أو راح يصير بها محطات وقود أو غيرها، وأي شخص يعترف طبعا التهم جائزة 4 إرهاب، ولذلك الناس تسكت، لا تستطيع لا تتكلم ولا تشتكي، وما حدث بمنطقة البكرية أو صندلي. نعم، نعود للحكومة. بين إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا، حالة توصف بأنها حالة من التضارب، ولكنك تقول أن هذا كله مدروس ومخطط له وممنهج، وبالتالي ماذا يفعل النازحون؟ هل يعودون إلى مناطقهم غير المأهولة أو غير المأهولة فعلا إنسانيا ثم يطالبون ويحاولون تحسين الظروف، أم يبقون في مخيماتهم، أم ماذا يفعلون؟
هو هذا السؤال المطروح على الحكومة، ماذا يريدون من هؤلاء؟ يعني دول الآن أصبحوا بين 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 محتارين بأمرهم، لا عندهم مستمسكات حتى يراجعون مناطقهم، لا عندهم إمكانيات مالية يعيدون بناء بيوتهم، وبالإضافة إلى ذلك أن مناطقهم ومعاملهم وبيوتهم مسيطر عليها من الميليشيات. دون تدخل حكومة لا يصلح هذا الأمر. الحل هو ألا تتدخل جهات دولية والأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي الآن يعني بإمكانها تتدخل من خلال مكتبها، مكتب حقوق الإنسان أو مكتب اليونامي أو ممثليتها، لكن للأسف في العراق وسوريا واليمن تعودنا أنه منظمات يعني ممثليات الأمم المتحدة في تلك الدول مهمتها هي تقديم الغطاء الشرعي وشرعنة عمل ميليشيات إيران. كيف يجري ذلك؟ يجري ذلك من خلال هذه الميليشيات تتعامل مع الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تتعامل وياها كقوة على يعني على أرض الواقع. وهذا الأمر للأسف بدأ ينسحب على بعض المنظمات اللي مشهود لها بالنزاهة ومشهود لها بالحيادية، مثل ICRC يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فالمفروض احنا يعني الآن هذا الشخص الجديد الذي خلف بن سخارت، وكلنا نعلم علاقة بن سخارت مع الميليشيات كيف كانت، كلنا نتوقع أن يفعل شيء هذا ممثل الأمم المتحدة، وهو يفترض أنه متفهم لهذا الأمر. المشكلة أن الميليشيات يعني عاجزة، الدولة عاجزة أمام الميليشيات. في فترة كانت الدولة عاجزة أمام الميليشيات، الآن ليست عاجزة لأنه الحكومات الأخيرة المتعاقبة هي مكونة من تلك الميليشيات. نعم. طيب هذه المئات الآلاف من النازحين التي تصل إلى أكثر من مليون وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين الأممية، ألا يمكن أن يشكلوا جسما ضاغطا على الحكومة؟ ألا يمكن أن يقوموا ببعض الأنشطة والفعاليات للضغط على الحكومة من أجل حل قضيتهم؟ يا سيدي، هذه الحكومة تتربص بهم، وأي نشاط وأي تجمع وأي احتجاجات يتم اتهامهم بأبشع التهم، لأن هذه الحكومة تتعامل مع هؤلاء الناس كجالية، يعني كجالية وليس كعراقيين. الحكومة الآن ممكن تهتم، يعني تقارير أمس تؤكد أنه أكثر من مليون عامل أفغاني وباكستاني وإيراني يعملون في العراق. الحكومة تهتم بتلك المسميات لكن تهمل أبناء بلدها. ثم من قال أن الحكومة يعني مهتمة بهم؟ الحكومة متعمدة ومتواطئة في وضعهم بهذا الوضع. نعم. طيب إنسانيا، توفير بعض الأساسيات للحياة الكريمة مثل الماء، الكهرباء، خاصة في هذه الأجواء اللاهبة، يعني في مخيمات مثل بزيبز وغيره من المخيمات التي لا تختلف عنه، يعني ماذا نقول في هذه الحالة أيضا؟ الحكومة يعني لم تقصر في مساعدة هؤلاء الناس، بل للأسف أنها تمنع، حتى هناك منظمات دولية تستطيع أن تقدم مساعدة إلى هؤلاء الناس، لكن الحكومة لديها جهات ومسميات تعترض هذه المنظمات وتأخذ منها المساعدات. يعني إذا رجعنا للمنظمات الدولية قدمت مئات يعني ملايين، بل مئات الملايين الدولارات قدمت لمساعدة النازحين في العراق. ثم لماذا يحسب النازحين فقط هؤلاء يعني اللي بالمخيمات؟ هناك من استطاع أن يجد سكن ويسكن به. هذول النسوا الآن، يعني كثير من الناس استطاعوا أن يجد سكن أو يجد بيت أو تمكن من العمل، يعني لم يسكن في المخيم. هذول عددهم أيضا يفوق المليون، يعني يسكنون الآن في مناطق، لكن لأنهم ليسوا في مخيمات لا يسمع صوتهم. عملية ومشكلة النزوح في العراق مشكلة خطيرة وكبيرة، وتتطلب لجنة تحقيق دولية مستقلة على الأقل الأمم المتحدة تطلع بها الآن.
يعني بدلا من أن يكون هناك منظمات لمساعدة الناس وحل مشكلتهم، يعني نحتاج إلى منظمات تحقق فيما يحدث لهم من مآسي. هذه مأساة كبيرة أستاذ علي. اسمح لي أتوقف هنا عن هدف تلك المنظمات المحلية التي أشرت إليها من اعتراض عمل هذه المؤسسات الدولية. هل تشترط حصرا أن يكون العمل من خلالها مثلا؟ ولماذا تشترط هذا الشرط؟ أم كيف يحصل؟ أولا لا يسمح المنظمات إنسانية مستقلة بمساعدة هؤلاء والتواصل مع المنظمات الدولية. يعني الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الكبرى من تريد تقدم مساعدات لا تستطيع أن تأتي إلى مخيم بزيابز أو تأتي إلى مخيم فلان مخيم وفلان مخيم. يفترض أنها لديها منظمات إنسانية تتعامل معها. المشكلة أن المنظمات الإنسانية المستقلة لا يسمح بوجودها في العراق. أي منظمة إنسانية الآن مستقلة عن الأحزاب والميليشيات وغير تابعة لهم لا يسمح بالعمل، وفي اليوم الثاني توضع على البلاك ليست أو القائمة السوداء ويصدر أمر القبض عليها. فلم تبقى أمام هذه الجهات الدولية غير المنظمات المسيسة والمنتمية للميليشيات والأحزاب والتي هي متورطة في نزوح وتهجير هؤلاء. يعني هي تريدها مشكلة بدون حل أو بحلول وفقا لما تفكر به فيما يحقق أهدافها؟ أولا فيما يحقق أهدافها وهي التغيير الديموغرافي واستيلاء على أراضي هؤلاء الناس. ثانيا تريد تمييع هذه القضية وإبقائها يعني مشكلة بدون حل. وأي نشاط أو عمل يقومون به بخصوصهم ليست القصد منه مساعدة النازحين والمهجرين 100%، القصد منه هو الكسب بأسمائهم. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني، كنت معنا عبر سكايب من برلين.